فترة على فترة أو مدار سبع أسابيع من القرآن الكريم واللغة العربية والتربية الإسلامية. والآن إن شاء الله سنشاهد بعض النماذج من أولادنا، ولكن يعني ننبه الإخوة والأخوات بأن مدرسة السبت والأحد إن شاء الله تبدأ في 9 سبتمبر. إن شاء الله week in the school we start in 9 September 9. Week in the school we start إن شاء الله September 9. يعني نهيب بجميع الإخوة والأخوات احضر أولادهم وربطهم دائما للمسجد، فهذا أفضل سبيل للحفاظ على هوية أولادنا في هذه البلاد. ولكن قبل أن نبدأ وجاء الهدوء حتى نستمع. الأذكار اللهم اللهم بك أصبحنا بك أنسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده على خلقه وزيد على نفسه وزيد على Yeah!
الأرض